نعم مرحبا بك معنا على موقع السلطانه، وما كناكش ندوي لنا على لو باساج ديالك بالمهرجان. شكرا بزاف. انا فرحان بزاف بالتواجد ديالي مع الصديق ديالي اللي هو اللي ضم هذه الحفله هذه، وكنتمنى له التوفيق ان شاء الله، واخاي بدر اخلو في هذه البدايه ان شاء الله، باقي ما جي جديد ان شاء الله. غادي ندوي شويه على الاغنيه ديال باينه. شنو كتعني لك انت يا باينه؟ اغنيه باينه هي واحد الاغنيه اللي كتبتها لحنتها، عفوا لحنتها، وكانت كتابه ديال محمد المغربي واخراج ديال حسن كورفتي وتوزيع ستيف الوردي. كنشكر فريق العمل كامل. هاد الاغنيه هادي كتعني ليا بزاف طبعا، حيت الحمد لله اللي عجبت الجمهور المغربي. ان شاء الله باقي ما تجي الخير ان شاء الله مع الوقت. فوس لا شانسون كنتي المهم كانت ان المعمد دوز واحد القصه الحب ولا شي حاجه اللي ما زوينات، لا 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 يحاول لا غير التمثيل وصح، ونوصل واحد الميساج وصافي، هادشي اللي عطا الله. شنو الجديد ديالك؟ حنا دابا كنحاولوا نختاروا الاغنيه اللي غادي تخرج قريبا، وان شاء الله ملي غادي تقرب غادي يكونوا بزاف ديال التفاصيل غادي تعرفوا عليها ان شاء الله على سلطانه. لو ستيل ديال هاد لا شونسون هادي غنشوفو مختلف على الاغاني اللي كتقدم للناس، ولا غيكون لو ميم ستيل؟ دائما كنحاولوا نقلبوا على الاختلاف، وهاد المره هادي غادي يكون اختلاف ان شاء الله، طبعا غادي نحاولوا نقلبوا على اختلاف ان شاء الله. كلمه اخيره لجمهور سلطان. شكرا بزاف على الحوار، وكنبغيكم بزاف. مرحبا. خرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.